ممكن تيجي بقى نكاركترايز الريسبونس بتاع حاجات تانية في الجسم زي السكين مثلا تو ذا الترا فايولت راديشن، وده عادة بنقدر ان احنا نعبر عنه بنوعين من الريسبونسز، حاجة اكيوت او مؤقتة وحاجة كرونيك او بتبقى دائمة او بتبقى يعني مزمنة يعني. فالاكيوت ريسبونس عادة بيبقى في صورة اريثيما معناها ريدنينج اوف ذا سكين، لو اي حد فينا قاعد في الشمس شوية بيلاقي ان الجلد بتاعه بيبقى اللي هو كان متعرض للشمس بيبقى لونه بيحمر شوية. بنعرف حاجه اسمها مينيمال اريثمال دوز، اريثمال دوز ده بنتكلم على ان احنا ده اقل كميه من التعرض للشمس اللي هي تخلي فيه ريدنينج، يبقى فيه ريثيما اصلا يعني. وفي حاجه تانية برضو بنقدر ان احنا نعرف بيها الريسبونس بتاع السكين للديفرنت تايبس اوف الترا فايلت راديشن، ففي حاجه اسمها اريثمال اكشن سبيكتروم، ده عباره عن الريلاتيف سنسيتيفيتي اوف ذا سكين فيرسس الويف لينث، يعني بنرسم الويف لينث هنا كده مع الاكشن سبيكتروم بتاعي بيساوي كام. دي معناها ايه؟ معناها ان احنا عندنا بنتكلم على الرينج بتاع اليو في سي واليو في بي، الجسم بتاعنا بيبقى فيري سنسيتيف للايه؟ للالترا فايولت راديشن، بمعنى ان احنا لو قعدنا وقت قصير جدا ممكن يحصل اريثيما للجسم. اوكي، النقطه دي معناها مثلا او اي نقطه تانية على الكيرف معناها ان انا لو عندي الويف لينث ده بحتاج مثلا بتكلم هنا ان دي مثلا حوالي 0.01، لو انا واقف مثلا هنا عند النقطه دي مثلا هي 0.01 0.001، معنى كده ان انا محتاج اتعرض للشمس 1000 مره اكتر من هنا عشان يبقى في نفس الاريثمال دوز موجوده. لو انا بتكلم ان انا هنا بقى تحت خالص يبقى معنى كده ان انا عند 400 في اليو في اي مثلا، في الاخر اليو في اي خالص اللي هو يعني بتكلم على الرينج بقى بتاع البلو ولا حاجه، اللي هو بتعرض مثلا للشمس 10000 مره قد هنا، اوكي، عشان يبقى نفس الايفكت بتاعي او نفس الريدنينج او نفس الاريثيما الموجوده هنا تبقى موجوده هنا. اوكي، فبنلاحظ طبعا ان احنا كل ما بعدنا في اليو في اي كل ما الويف لينث بتاعنا كبر، اوكي، كل ما الايفكت بتاعي بقى اقل. وفي طبعا من اول الويف لينث اللي هو من اول اللي بنتكلم مثلا على اليو في بي، لا اليو في بي بنلاحظ فعلا ان احنا عندنا بقى في مشكله كبيره بالنسبه للايه؟ بالنسبه للجسم، لو قعدنا فتره قصيره جدا ممكن يحصل اريثيما. النوع الثاني من الريسبونس بقى اللي هو الكرونيك او البرولونجد ريسبونس، احنا ممكن نلخصه في حاجتين، ممكن يبقى حاجه اسمها ابنورمال سيل جروث او هايبرتروفي او هايبربليزيا، واللي هما في الاخر بيحصل حاجه تغيير ابنورمال في طريقه نمو السيلز ممكن هي تيرن اوت تو بي ايه حاجه زي كانسر. اوكي، فالنقطه ان هي في غايه الخطوره ودي طبعا لازم ناخد بالنا منها. عشان ندي مثال على كده هنبص على امثله ريليتد مثلا حاجه زي السكين كانسر. الناس لاحظت ان احنا لما بنعرض الجسم للالترا فايولت راديشن لفتره طويله جدا بيحصل بريماتور ايجينج اوف ذا سكين. لو احنا شفنا واحد من الناس اللي شغالين في الشمس طول الوقت هنلاقي ان شكل الجلد بتاعه بيبقى شكله اكنه سنه اكبر من السن الحقيقي بتاعه. اوكي، وفي الوقت نفسه واحده من الحاجات الخطيره جدا اللي موجوده في اليو في اي واليو في بي انها بتعمل سبريشن للبادي اميون ريسبونس، للبادي اميون ريسبونس سيستم. فمعنى كده ان احنا ممكن ان احنا نتعرض، لو احنا تعرضنا لليو في اي واليو في بي راديشن بشكل كبير بيبقى في احتمال ان احنا نتعرض لكانسر. اوكي، والامثله اللي الناس ادتها المثال اللي هو اللي تحت خالص في التيبل اللي تحت خالص ده، الناس لقيت ان احنا لو بنتكلم بنقارن مثلا من حته زي نيو اورلينز وحته زي هاواي، نيو اورلينز دي مدينه عاديه ما فيهاش شواطئ كتير ولا حاجه، غير هاواي، هاواي اللي هي مليانه شواطئ والناس بيتعرضوا للشمس فيها بشكل اكبر بكتير. في نفس الفتره هنلاقي ان لكل 100,000 شخص في عندنا بالنسبه للميلز، في بالنسبه لنيو اورلينز هنلاقي مثلا 7 اشخاص تقريبا تعرضوا ان هم يجي لهم ميلانوما او سكين كانسر، ريلاتيفلي 22 او اكتر من 22 واحد في هاواي. لو بنتكلم على الفيميلز هنلاقي ان كان في 5.3 يعني كل 100,000 يبقى في حوالي 5 ستات او اكتر من 5 ستات تعرضوا للميلانوما، في حين ان في هاواي بيبقى في عندنا حوالي 15 واحد. فبنلاقي ان احنا في الحتت اللي فيها التعرض للشمس اكتر بكتير بنلاقي ان الايفنتس او الانسيدنس بتاع الامراض اللي هي بتاعت السكين كانسر زي الميلانوما بتبقى اكتر بكتير. الحقيقه عشان نعمل بروتكشن من الالترا فايولت راديشن الناس ابتدت دلوقتي تتعود ان يبقى في حاجه اسمها سان سكرين، اللي هو الاس بي اف، بيبقى له اس بي اف معينه، سان بروتكشن فاكتور محدد. كل ما الاس بي اف ده كبر كل ما كان ده طبعا بالنسبه لنا بيعبر عن حاجه كويسه. عاده الاس بي اف مثلا 30 بيعتبر مش بطال. هو بيسكلي الاس بي اف ده يعني ناخد بالنا بس من حاجه مهمه فيه ان هو بيز على الاريثيما،
يعني مين اليو في بي افكت. فنقطه ان سم اوف ذا سان سكرينز اللي هي موجوده بعض اللي هي المستحضرات اللي تستعمل كسان سكرين او سان بلوك do not protect against UVA. فلازم نبص على السبيكترم اللي هو بيعمله بلوكينج عشان نعرف اذا كان effective ولا مش effective. لو انا بعمل بلوكينج بس اليو في بي بيبقى عندي مشكله اليو في اي لسه موجود وممكن برضو تعرض للشمس ممكن برضو ستيل في الاخر يعمل لي مشكله. طبعا بالنسبه للاطفال ده حاجه مهمه جدا لان احنا بيسكلي الاطفال بيبقوا في طور النمو فتعرض لحاجه زي كده ممكن هي تبقى فيها خطوره اكتر من الادلتس. اوكي فدي طبعا بنتكلم على ان احنا لازم نقلل الاكسبوجر يبقى اقل بكتير قوي من الادلتس ونحاول ان احنا دايما نستعمل لهم سان بلوك بحيث ان هو يبقى الاكسبوجر ده يبقى سيف بالنسبه لهم.